شهر كانون الثاني من الأشهر المهمة جدا عند العراقيين، لأنه يحتفون ونحتفي بكثير من المناسبات والذكرى المهمة اللي تمر علينا، وأبرزها عيد الجيش العراقي اللي صادف هذه السنة مثل ما شفتوا ذكرى مئوية تأسيس الجيش العراقي، وأيضا عيد الشرطة. ودائما في هذا الشهر نستذكر دور قواتنا الأمنية بمختلف صنوفه، سواء كان الدفاع المدني أو الجيش أو حتى الشرطة، لدورهم طبعا دائما جهودهم مذكورة ومشكورة، ويخدمون البلد وهم العيون الساهرة لحماية العراق والعراقيين. وأيضا أكو عندنا مناسبة أخرى حتكون في شهر آذار، شهر الثالث، هي عيد الدفاع المدني، وحتى نتكلم على جهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها. ويانا بالاستوديو سيادة الرائد حسام حمدان، ضابط إعلام الدفاع المدني. حياك الله سيادة الرائد. أهلا وسهلا بك، وأهلا لمتابعيكم وجمهوركم الكريم، ونبارك للعراقيين بالدرجة الأولى ولقواتنا الأمنية أعيادها بتأسيس مئوية الجيش العراقي، وكذلك الذكرى لوزارة الداخلية الشرطة العراقية تأسيس سنة 99، ونبارك لكل قواتنا الأمنية الأخرى هذه الأعياد، باعتبار أنهم هم قدموا أرواحهم وأنفسهم ودماءهم الزكية من أجل الحفاظ على أمن العراق وسلامة أهله وسلامة عوائلنا الكريمة، وطرد كل عناصر داعش الجبانة. وندعو من الله إن شاء الله الأمان والأمان لكل العراقيين إن شاء بوجودكم الله. بوجودكم إن شاء الله. وأكيد نهيكم، أنا جدا سعيد بوجودك وياي. أريد تتكلمني على الدفاع المدني، نبدأ عليه. شو تأسس الدفاع المدني؟ باعتبار احنا هو جهد جميع الوزارات وكذلك الدوائر غير مرتبطة بالوزارة وكذلك عدا القوات المسلحة، رغم احنا شاركنا مع اخوتنا في القوات المسلحة جنبا الى جنب في عمليات التحرير في المنطقة. ممكن تحكي لي ايضا شلون كان دوركم في هذه العمليات؟ احنا في عمليات التحرير كان لنا دور مركز في عمليات الانقاذ وكذلك عمليات التطهير. هنالك باعتبار انه عمليات حتى الاطفاء الحرائق، باعتبار انه هنالك حرائق كان عندنا كبريت المشراق كان له حدث مهم جدا حينما تم تفجيره من قبل هذه العناصر، عناصر داعش الجبانة، وكان له تأثير خاص في العراق، العراقيين وفي العالم. مديرية الدفاع المدني كانت بقيادة السيد اللواء كاظم سلمان بوخان والفرق المشاركة، تم إطفاء هذا الحادث خلال 8 أيام. رغم أنه الخبراء يعني المعنيين بالاطفاء من خبراء دوليين قالوا انه هذا الحادث يكون اطفاء ما يقارب اكثر من 45 يوم او اكثر، باعتبار انه الكبريت معمل ضخم، كان اكبر معمل في الشرق الاوسط، تعرض هذا المعمل الى حادث سابق كان حين كان دخول القوات التحالف إلى العراق، استغرق 60 يوم إطفاء هذا الحادث، باعتبار أنه الطرق هنالك مدير الدفاع استخدم الطرق حديثة بعمليات الإطفاء. أنت لأن هذا الكبريت يعني إذا طفيه بالمي هو يزيد اشتعال، هو اشتعال، لأن باعتبار أنه هناك مواد كيميائية تتفاعل مع الماء، لكن إحنا استخدمنا طرق مواد خاصة بعمليات الإطفاء باستخدام الرغوة والفوم، واستخدمنا حتى بعض الطرق الترابية بعملية الغمر بالتراب، خاطر أنه سيطرنا على الحادث في ذلك الحين. مشاركتنا كانت عمليات إجلاء العوائل اللي تعرضت لعمليات التهجير في المناطق، وكذلك القصف من قبل عناصر داعش. وهنالك فرق عندنا، هذا الفريق فريق البحث والإنقاذ العراقي اللي تم يعني تأسيسه في عام 2010. الحاجة الماسة كانت، وواكبنا التطور الحاصل بالدول الإقليمية كيفية يعني عمليات الإنقاذ في الكوارث الطبيعية وكذلك الفيضانات والزلازل. استخدمنا هذا الفريق في عمليات الإنقاذ في الموصل وكذلك الفلوجة وكركوك وصلاح الدين، والحمد لله يمكن كان حتى انتشال الجثث من داخل الركام اللي من أثر السقوط يعني القذائف والصواريخ على المناطق السكنية. كان هنالك عندنا فريق
تم استحداث قسم خاص بمدير الدفاع المدني، هو قسم الاستجابة للحوادث الكيميائية والبيولوجية، هو الـ CBRN. هذا قسم متخصص أو فريق متخصص تم استحداثه في مدير الدفاع المدني في عام 2015. يمتلك ضباط متخصصين عفواً في مجال الكيمياء والفيزياء، وكذلك يعني الخاصة بالإجراءات البيولوجية. تعرف أنه هناك عناصر داعش الجبانة استخدمت بعض الغازات السامة والمواد الكيميائية، فما يعني الحاجة الماسة لاستحداث هذا الفريق، والحمد لله حصل على المرتبة رابع عالمياً. رغم أنه استحداثه جديد لمدد للعراق، تم تطهير مناطق في يعني كانت في كركوك وفي الفلوجة وصلاح الدين والموصل، تطهير مناطق من يعني المواد الكيميائية وكذلك الغازات الخردل وغيرها من المواد اللي استخدمتها هذه العصابات الجبانة. الحمد لله يعني رغم أنه أعطينا جرحى وأعطينا شهداء في ذلك الوقت، لكن أنقذنا أكثر عدد من السكان النازحين من رجعوا إلى هذه المناطق، تم تحفيرها أو تعقيمها بالصورة الصحيحة من قبل هذه الفرق. حلو. يعني هذا فرق متخصص وتم استثماره صراحة. يعني أزيد يعني الجناب الكريم، بداية جائحة كورونا يعني أنا راح أجي على جائحة كورونا. طبعا جهودكم مشكورة ومذكورة دائما. جهازكم أول نواتي له كانت 1941 كان يسمى في ذلك الحين هو مدير الإطفاء السلبي. كان بعد ذلك كان تابع الأمانة بغداد في ذلك الحين. بعد ذلك تم إصدار مرسوم ملكي 2 ل 1956 بموجبه سميت مدير الدفاع المدني. اتصلت أعمال هذه المديرية بوزارة الداخلية. بعدها كان هنالك قر لها قانون في عام 1975، وكذلك استحدث أقسام عديدة لمدير الدفاع المدني في عام 1975. كان قسم الأمن الصناعي، بعد ذلك أقسام أخرى، قسم معالجة القنابل غير المنفلقة في عام 1982. هذا القسم متخصص في عمليات شالة يعني انتشال أو إزالة بعض المتساقطات الحربية والألغام. أي بالضبط، باعتبار أنه هنالك بعض المتساقطات الحربية. يعني جهد هذا القسم يختلف عن جهد مديرية اللي تابعة لوزارة الداخلية متفجرات تختلف، وكذلك حتى في وزارة الصحة هناك دائرة الألغام. احنا مشترك هم عملنا ويا وزارة الصحة. هناك قسم البيئة، شرطة حماية البيئة في عام 2008 تم استحداث هذا القسم. وكذلك فريق البحث والإنقاذ 2010 تم استحداثه، واستحداث قسم الاستجابة الوطني للحوادث الكيميائية والبيولوجية 2015. يعني مستمرين انتم، ما بقكم شيء يصير لكم ايضا مياويين السنة الجاية؟ الشرطة مياويتهم ان شاء الله، وانتم ان شاء الله الله يطول العمر ونحضر اي مياويتكم ان شاء الله. ان شاء الله حبكم. جائحة كورونا أكيد شاركتوا بها، يعني جائحة كورونا صراحة مدير الدفاع المدني كان لها جهد جبار جدا يعني بتوجيه من معالي وزير الداخلية. حينما ظهرت أول حالة في محافظة النجف الأشرف لطالب الدراسات الإسلامية، كان تدخلنا مع وزارة الصحة، كان عندنا فريق هو فريق الـ CBRN يعني في عملية التعقيم والتطهير هذه المدارس. بعد ذلك كانت في كركوك كذلك هم استخدمنا هذا الفريق. بعدها انطلقت عندنا حملة واسعة في 26/2/2020، حملة واسعة لكل مديرياتنا في بغداد والمحافظات. بموجب هذه الحملة كان بتوجيه معالي وزير الداخلية وإشراف السيد مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، بهذه الحملة تحفير وتعقيم كافة المناطق السكنية، وكذلك حتى الدوائر الحكومية. كان تركيزنا على المناطق السكنية بالدرجة الأولى، وبعدها الدوائر الحكومية والقطاع الخاص يعني
عن الأسواق التجارية وكذلك حتى المراقد الدينية والكنائس وغيرها كلها من هذه الدوائر. الحمد لله يعني قدرنا نقلل رغم أنه جهد وزارة الصحة كان جهد جبار، لكن إحنا كان الاستجابة الأولى يعني كنا إحنا الفرق عندنا ميدانيا، لكن وزارة الصحة استثنى عملها فقط في داخل المستشفيات وكذلك حتى أنه مسألة استخدمنا المواد المعقمة أو المطهرة حسب موافقة وزارة الصحة ووزارة الزراعة وكذلك يعني ضمن آيزو معين وموافقة حتى يعني منظمة الصحة العالمية كان أحد الأعضاء، يعني استخدمنا هذه المواد كان لها فائدة. أطلقنا بوقتها يعني من خلال صافرات الإنذار اللي تمتلكها مدير الدفاع المدني كل نغماتنا يعني كانت حول هذه الجائحة والإرشادات وتوجيه المواطنين باستخدام القاصر أو استخدام بعض الإرشادات اللي كانت مهمة كانت في الساعة الثانية ظهرا والثامنة مساء تطلق مدير الدفاع المدني يعني بدأت من 15-3 شفنا أيضا لوحات إعلانية لكم يعني جات بالشاشات، كان جهد جبار يعني وكان لنا شكر تقدير من قبل المنظمات الدولية. هذه تجربة الدفاع المدني عممت على الدول الإقليمية وكذلك حتى استخدمت هذه التجربة العراقية من قبل دول متقدمة كأمريكا وبريطانيا، استخدموا رجال الدفاع المدني في عمليات التحفير والتعقيم من أجل الوقاية من جراء. يعني كده جهودكم مشكور وإحنا أيضا يعني نفتخر بكم سيادة الرائد، والوقت مش بسرعة وياك طبعا بس أريد يعني شلون شفت الاحتفاء بالجيش العراقي؟ والله احتفال هو فخر للعراقيين، هذه السنة حلو فخر للعراقيين، نحن نفرح لقواتنا الأمنية لشرطتنا العراقية لرجال الدفاع المدني. هذا احتفال أنه نبعث رسالة اطمئنان وأمان لكل عوائلنا الكريمة وننقل رسالة للعالم أنه نحن نمتلك جيش عراقي وشرطة عراقية بطلة بإمكانها تدافع عن كل الحدود وعن كل شعبنا وعن كل مقدساتنا وكل أمورنا، بحيث أنه إحنا ما نحتاج إلى الجهات الأخرى اللي هي تدعم. مشكورة القوات التحالف من شاركت ويانا يعني، لكن إحنا قدرنا بعزيمة الأبطال أنه نعيد استعداداتنا وجاهزيتنا من أجل الحماية والأمن، وإن شاء الله الأمن والأمان لكل العراقيين ولكل العالم. شكرا جزيلا لك، وأيضا أنت لك دفاع مدني نفتخر جدا به. سيادة الرائد حسام حمدان نورتني جدا اليوم وشكرا لحضورك. شكرا جزيلا جلالك. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، طبعا نحتفي كل سنة ونفرح أيضا ونفتخر بوجود الجيش العراقي، ودائما نذكر بطولاتهم الجيش العراقي والشرطة وكل صنوف وزارة الداخلية والدفاع المدني، وأيضا من واجباتنا أنه دائما نشكرهم وأيضا نذكر بطولاتهم. إن شاء الله ربي يحفظهم ذخر. أعزائي المشاهدين، وصلت وياكم نهاية حلقتنا لهذا اليوم، انتظروني بحلقات القادمة. في أمان الله.